هذا السائل يقول: هل من يستعين بالجن المسلمين يدخل تحت أولياء الشيطان أو تحت أولياء الرحمن؟ لم يشرع لنا الاستعانة بالجن، إنما نستعين بالحي الحاضر، الحي الحاضر الذي نراه ونبصره ويقدر على إعانتنا، هذا هو الذي نستعين به. أما نستعين بالجن والغائبين والأموات هذا أمر لا يجوز. وما الذي يدريك أن هؤلاء مسلمون؟ قد يقول إنه مسلمه شيطان، قد يدعي الإسلام وهو شيطان لأجل أن يضلك. اتركوا هذا الباب، لا تستعينوا بالجن أبدا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.